السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي 2023، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي بين فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق الترجي التونسي بفوز الوداد الرياضي بنتيجة هدف ل0، ويواجه الترجي الوداد الرياضي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي براديس في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. ومن المنتظر نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية وعلى قناة بي ان سبورتس المفتوحة.